بنك فيصل. حتى الثانية في بنك فيصل الإسلامي السوداني هو زمن معتبر وفيه التزام لراحة العميل وجودة العمل. بترحاب سوداني أصيل بيقابلك موظف بنك فيصل الإسلامي السوداني وبيكون سعيد في توفير كافة خدمات العميل. شعلان ونعمان في زيارة للبنك، تعالوا نشوف دايرين شنو. بنك واحد، بنك فيصل. يا ولدي صباح الخير، وإن شاء الله شغلكم زين. أهلا يا خال شعلان، وأهلا بالعم نعمان، إن شاء الله دوام عمرين. تسلم يا ود يا ظريف، بس انت عرفتنا كيف؟ انت عملاء مشهورين ودايما عندنا متواجدين، ونحن عملنا جوا العين. نحن بنحب بنك فيصل، يوم بنحرص لكم نوصل، وديما في عين البنك الافضل. شكرا لكم، وان شاء الله دوام عننا راضين. والله يا ولدي دوام راضين، بس جينا الليله انا ونعمان دا متغلطين. نعمان بيقول إنه الصراف الآلي بعد ما تصرف منه ما بسجل لك طوالي، وممكن تصرف مرة وقبل ما يسجل لك تخش البنك وتصرف تاني قبل ما زول يحس بيك. وأنا قلت محال ده يكون الحال، ولو ذا الحال كان يوم يسمعنا بزول محتال. والله يا خال الله يعافيك ويديك الصحة وراحة البال، التقنية دي عندنا أساس، وبمشروع محول القيود الخاص قدرنا نكون مع كل الناس، يعني المحول ليكم بحول أول بأول أول بأول، لو من صراف أو نقطة بيع، وأسرع جدا مما تتخيل. وأي جنيه بتسحبه أنت في ثانية بيكون عندنا يتسجل، ومحول القيود الخاص وفي وقت الزحمة على الصراف بيقدر يسجل كل الناس طبعا يا عم، وكل عملية فيه بتتم لو إيداع أو حتى خصم، حتى ولو كان برا الخرطوم الخدمة ضمان. في كل مكان جوا السودان التقنية واصلة وكل أمان. والله كلام يا بنك فيصل، اليوم بنعرف عنك أجمل، وكله عشان خاطركم أنتوا وعشان دايما عنا نترضوا. شكرا لك، وجد آسفين أخذنا زمنك وما قاصدين. شكرا لكم أنتوا كمان تحت الخدمة في أي زمان. يلا خدمة ورا خدمة لمسايرة التطور والتقانة. مهما تتكرر زيارتك للبنك بكل ترحاب بيقابلوك أهله. استطاع البنك من خلال مسايرة التطور التقني في استخدامات أنظمة الدفع الإلكتروني أن يفعل أحد المشاريع المذكورة في هذه الحلقة. ما هو اسم هذا المشروع؟ 1- محول القيود الخاص. 2- محول النقود الخاص. 3- محول القروض الخاص. بنك واحد، بنك فيصل.